الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في برنامجنا أحلامنا الجميلة. نستكمل من الحلقة السابقة بعض الرسائل. من الحلقة السابقة كانت بتقول، على فكرة الحلقة اللي فاتت أنا لما سمعت الحاجة أم محمد وقلت لها أنا هسمع الحلقة وأقولها لك تاني، هي بالفعل اتصلت عليا الخط الساخن وأنا بلغتها. يعني يا جماعة، أنا اللي بيبقى له حلم عندي أو أنا وعدته في شيء، أنا الحمد لله الحمد لله بقدر اوفي يعني الوعد الحمد لله، وهي الحمد لله بتصدق على خط الشيخ مبلغتها. كان بس انا قلت الحلقه اللي فاتت ان انا هعيد الحلقه واقول لها. تمام، طيب نبدا برسائلنا وفي انتظار تليفوناتكم ان شاء الله. بتقول حلمت ان بدفن 3 اعلام. طب انت حلمت انك بتدفني 3 اعلام، معناه ذلك ان انت تزوجت 3 مرات والـ3 اشخاص دول توفوا. تمام، وكانوا ذو مكانه او ذو مكانة عالية في المجتمع، طبيب، حاجة في الصدق. يعني هم هو كان ذو منصب، والله أعلى وأعلم. طيب حتى يعني ممكن ناس تقول لك 3 أعلام، أنا يعني لو لقيت على الجلباب بتاع أعلام يبقى أنا هتزوج كتير، أو لقيت علم أو هتزوج 1 أو 2. لأ، اللي دفن العلم غير ما تكون أنت لابسة جلباب وعليه أعلام كتير، ده بيدل على السفر كتير ليكي، والله أعلى وأعلم. بتقول أو بيقول حلمت إني بلعب بالشطرنج معانا ولاء. ولاء، السلام عليكم. عليكم السلام، على صوتك يا ولاء. انا ممكن مثلا اقول لحضرتك حلمين؟ اتفضلي يا ولاء. تمام، بس على صوتك. ماشي، حاضر. حلمت مره اني انا اكون ماشيه، يعني ان انا واصحابي رايحين رايحين ناحيه البحر. تمام، وفجأة بس احنا ماشيين من جوه من ناحيه العمارات، فانا بقول لهم ليه ما نمشي ناحيه الشاطئ احسن، يعني يبقى يعني المنظر احلى. فاحنا رايحين لقيت علبه على البحر، احنا كلنا يعني ماشيين على البحر ورافعين كده يعني عشان رجلينا تبقى في الميه، والميه شكلها حلو جدا. بعد كده لقيت علبه كده فيها زي قواقع، بس القواقع بقى يعني عليها طبق كده زي ما تكون جامده. فانا قعدت احفر احفر عشان يعني انضف القواقع دي، لقيت واحده مدوره شكلها حلو قوي، ولقيت واحده ثانيه طويله. فأخدت الاثنين دول، كان شايف العلبة كمان سمكتين كده صغيرين زي سمك السردين، بس كان شكلهم مش حلو كأنهم يعني سردين، فمرضتش أخدهم. وصاحبتي أخدت واحدة من القواقع اللي هي الطويلة ديت، وبرضه قعدت تنضف فيها كده. ده من أول سنة. عندك كام سنة يا ولية؟ عندي 30. 30 سنة، أنت مخطوبة ولا متزوجة؟ لا، مش مخطوبة. مش مخطوب. طيب، هو في عرس ان شاء الله بامر الله هيتقدم لك، لان اللؤلؤه او الصدف اللي انت شفتيه وفتحتيه ولقيته منه حاجات جميله وطلعتيها، ده شيء لك في المستقبل جاي. والشيء ده هيبقى جميل ليك، وان ده اللي بيدل على ان في عريس او في خطبه ليك. وان كنت متزوجه كان هيدل على الخلف او على الولاده، يعني الاولاد ليك وبنات، بس ده بيدل على عريس، وعريس هيعجبك جدا. صحيح السمكتين اللي انت لقيتهم فاضيين ولقيتهم مش كويسين دول، فيهم معنى ذلك ان في حاجات مش هتعجبك فيه، بس هو هيبقى كويس وهتنبسط بيه جدا يا ولاء. فدي بشرة جميله. طب ممكن نتكلم تاني؟ اتفضلي يا ولاء. هو انا حلمت ان انا يعني انا ساعات بحفظ اولاد وكده صغيرين قران. تمام. فانا حلمت ان انا بدور على المصحف بتاعي فمش لاقيه عشان احفظه. فعماله ادور عليه ادور عليه، فبيجيبوا لي مصاحف ثانيه، مره افتح المصحف الاقيه يعني كتابته مش ظاهره، او مره افتحه الاقيه اتغير. فانا بقول لهم لا، انا مصممه ان انا اجيب المصحف بتاعي واقرا منه، وفي نفس الوقت الولاد قاعدين حواليا وانا عايزه اخلص ان انا احفظهم، فبقيت احفظهم على الغلب يعني ايه سوره الحاقه. وانا سوره عماله اسمعها معاهم، بس في نفس الوقت انا عايزه المصحف عشان ما اغلطش في اي حاجه وانا بسمعها وانا بقراها معاهم. وبعد كده وانا بقرا مع الولاد سوره الحاقه لقيت المصحف بتاعي في الاخر، ولقيت في ناس كبار يعني زي ما كل ناس من الشارع جم اتلموا علينا وبداوا هم كمان يحفظوا معايا. بس ده كان حلو. طيب بصي، ولا كون ان انت بتقري في المصحف ومش لاقي المصحف بتاعك، او الكلمات مش واضحه قدامك، ده معنى ذلك في امر ملخبط في حياتك. تمام، في حاجه كده ملخبطه عندك، واخده بالك؟ وبتدخلي ناس في امور حياتك، يعني بتكلميهم، بتستشيريهم، بتتفقدي معاهم شويه، بيعرضوا عليك حلول، حاجات زي كده. طب انت قريت سوره الحق؟ سوره الحق ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هتنولي ولايه في الدنيا ورحمه في الاخره ان شاء الله بامر الله، ولو عندك دي او عندك مشكله الحمد لله هتتحل. وربنا هيوليكي ولايه او هيوليكي رياسه، لان قراءه القران في المنام معناها كده. قراءه القران دون عن اي سوره بقى. هو انا حلمت برضه امبارح ان انا قريت سوره النبأ. في النبأ انت هيجي لك مال. في مال هيأتيكي صورة النبأ. ايه تاني ولا ايه؟ طب بس ممكن بس ماما تكلم حضرتك؟ ماشي، اتفضلي اتفضلي.
يلا يا حاجة، فينك يا حاجة وعليكم مولاه؟ السلام. أيوة عليكم السلام. ازي صح حضرتك؟ النوم. لا ابدا حبيبتي، بقول لحضرتك انا اتفضل. ماما متوفيه بقالها سنتين، الله يرحمها. شفتها زي ما اكون الميته قدامي، وبعدين قعدت اعيط عليها بطريقه ما اعرفش من غير صوت ولا حاجه، بس عماله ابكي في نفسي وعيط عيط ان هي توفت، لدرجه ان انا قمت من النوم الصبح لقيت عينيا وجعاني من كتر البكا والدموع نازله منها. بس هو في امر في حياتك مزعلك شويه يا حاجه مولاه؟ تمام. ده كان المتوفي لقيته في البيت وقدامك وبتعيط عليه، في امر قدامك، الامر ده ما زال موجود ما دام هي ما دفنتش، ما دام هي ما دفنتهاش ما دفنتهاش وتمسك زي ما انت كده بتعيطي عليها، هو الامر ما زال قائم عندك، لسه الامر اللي عندك ده اللي تعبك ده لسه موجود. ربنا يفرج عنك يا حاجه مولاه. شكرا حبيبتي. شكرا، شكرا على اتصالكم. شكرا يا ولاء على اتصالك، وربنا يسعدك، وشكرا على اتصالكم. ما نكمل رسائل معانا. هاجر. الو. عليكم السلام. عليكم. ايوه هاجر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والدتي حلمت ان في واحده ادتها 4 خصيات وقالتلها خدني واحده دي كمان عليها زياده. انتوا كام بنت يا هاجر لماما؟ نعم. انتوا كام عيالكم، كام في اخواتك؟ اخواتي لا، انا الوحيده، ما عندناش اخوات. انت وحيده، ومين اللي بتديها خاصيه، دي عايشه ولا متوفيه؟ لا واحده ماما ما تعرفهاش. طيب هو في خير هيأتيكم، تمام؟ هيبقى في 4 مصادر للخير. تمام. 4 مصادر للخير اللي هيجيلكم ان شاء الله بامر الله. الله اعلم، في ارض بتقبضوه، في معاد بتاخدوه، في ورثه هتاخدوه، حاجات من هذا القبيل يعني. تمام. المهم ان الخير بيجي لكم ان شاء الله بامر الله. ايه تاني يا هادي؟ انا حلمت ان اخويا المتوفي، حلمت ان هو بيكلمني ونايم على ظهره بيكلمني، فبقول له كأن هو ميت ويعني في الحلم يشوفني، فبقول له هو انت مبسوط في الجنه يعني فرحان؟ بيقول لي تقريبا كلمه كده مش متذكراها قوي، انا في جنات نعيم او حاجه زي كده يعني، فبقول له يعني انت مبسوط؟ بيقول لي اه انا مبسوط. ف يعني انا خايفه عليه او قلقانه عليه. فالمهم رحت، ماما بتقول لي تعالي كلمي محمد في التليفون، محمد ده ابن خالي، فانا بكلمه وبشرب قهوه بس. طيب الحلم جميل جدا يا هاجر. بص، يكون ان اخوك اصلا بيقول لك انا في جنه النعيم، فكلام الموت حق وكلامهم صدق. تمام. وان شاء الله بامر الله. فكرني باول الحلم كان ايه يا هاجر؟ انا سرحت في اخوك، انا سرحت في اخوك على فكره. اول الحلم كان ايه؟ أول الحلم إن هو أخويا بكلمه. خلاص خلاص، بصي، كون إن شفت واحد متوفي صحي تاني يا هاجر، مع ذلك إن في شيء راح منك وهيرجع، ما دام أخوك مش أي حد. في حاجة راحت منك، أنت زعلانة عشانها، شيء فاتك، الشيء ده هيرجع لك تاني. هيرجع لك تاني وهتبقي سعيدة بيه. أنا دايماً بحلم إن هو بيبقى صاحي وبيكلمني، يعني بيبقى ميت وفي الحلم بيصحى وبيكلمني. الأمر اللي أنت فيه، الامر اللي بيروح منك بيبقى فيه مشاورات فيه، بس ما دام طلع وكلمك وكلمتيه والحوار اللي انت حكيتيه دلوقتي ده، معنى ذلك ان الامر اللي راح منك هيرجع لك، وهيرجع لك بقوه. يعني امر يعني مثلا خاص بيا؟ خاص بيكي. طب القهوه؟ القهوه اللي بتشربها دي، ده كلام. القهوه كانت سخنه ولا بارده؟ لا كانت سخنه وانا بنفخ فيها عشان ابردها. القهوه كلام مش كويس بقى. الحاجه السخنه في المنام يعني معلش بتبقى كلام يزعل، غير الحاجه البارده. الحاجة البردة لا كانت سخنة فعلا وانا بنفخ فيها علشان تبرد. هو كلام معلش سيء، يا اما بتسمعيه يا اما بتقوليه. كلام في حقي انا؟ ورجح ان انت اللي بتقوليه. لا نعم؟ مش في حقك. كلام انت بتقوليه يعني مسيء لناس معينة، او مسيء، مش انت اللي بتقولي الكلام ده. انا اللي بقول الكلام؟ انت اللي بتقوليه لانك انت بتشربيه. لا ولا ما بقولش كلام في حق حد ولا كلام. مش في حق حد، انت ما فهمتنيش يا هاجر. لا ما فهمتنيش. كلام يسيء يعني مثلا تلفوز بلفظ، مش انت اللي تقوليه. بس مش معناه انك بتسيء لحد بعينه او تسيء لشخص او مثلا ذاك. لا طب محمد اللي بتقول لي كلمني ده، محمد اللي بتقول لي كلمني، لا لا، دي اضغاث احلام، دي اضغاث احلام، انما الجزء الاساسي اللي عندك ان الشيء اللي راح منك او اللي فاتك هيرجع لك، ده كلام الموتى. والقهوه اللي بتشربيها قلت لفظ انت بتخرجيني، لفظ سمعتيه من هنا او ربطتيه، مش معناه يعني ان انت اما قلت كلام سيء تكبري الموضوع يعني يا هاجر. لا ايه تاني؟ وحلمت معلش حلم أخير، قولي حاجة. كنت بشرب
تقريبا زي اورنج او حاجه صفراء، انا مش فاكره، عصير اصفر كده مش فاكراه. شربته بس قلت لهم لا، انا بعد ما شربته قلت لهم لا انا مش عاوزاه، فرحت شاي يعني مرجعاه. بس بقى بقي صغير، ما رضيتش ان انا ارجعه. طيب بص يا هاجر، شربك الشاي مع ذلك ان انت قدرت سلوك او عملت فعل، تمام؟ كون ان انت بتشربي عصير او بتشربي حاجه، انت حاجه عملتيها او حاجه قلتيها، تمام؟ اتفقين على كده؟ متفقين. سامع حضرتك، معلش. كده كويس يا هاجر. طب على فكره اساسي انت معليه التلفزيون. وقتي وانت تسمعيني بوضوح. بصي يا هاجر، الشيء اللي انت بتشربيه او بتاكليه، وما دام الحمد لله كان عصير او اورانج والحاجات دي، الحاجات دي برضه يعني كلام حلو، تمام؟ او كلام انت حاسه انه حلو، بس ما دام انت تقيتيه او رجعتيه تاني، معنى ذلك ان انت تبت عن ذنب او تبت عن شيء انت عملتيه. الرجوع التقي ده او الترجيع ده معناها توبه من ذنب او توبه من شيء انت عملتيه، تبت عنه. والله اعلى واعلم. معانا ابراهيم. ابراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا عايز اقول لحضرتك حلمين. اتفضل. حلمت في كده مجال خير، ليه اختي متوفيه، حلمت بيها جايالي، جات لي وبتبص لي وادتني مفتاح. واديتني مفتاح افتح الباب، وفي نفس الحلم برضو ابن عمي، ولاد عمي اثنين متوفيين، واحد منهم برضو اداني مفتاح. تمام. بس كده. ده خير 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 جامد يا حاج ابراهيم، ان شاء الله بامر الله. المتوفي جالك وقبلك، معنى ذلك الحمد لله طول العمر ليك، تمام؟ طيب المتوفي اداك مفتاح، معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى في فرج هيأتيك، انت لو عندك ضيق في فرج، لو انت بتدعي دعوه الى الله سبحانه وتعالى الدعوه دي هتستجاب. طب الحمد لله. ليه حلم ثاني حضرتك، حلمت بالشيخ احمد عبد عوض. قال انا رحت له الجامع وبيسالوا لي اتاخرت ليه؟ قلت له الساعه 4 ما اتاخرتش، انا كنت بصلي في جامعه في الخزنداره. جنبنا جامعة الخزندارة، قلت له كنت بصلي جامعة الخزندارة بس كده. كنت بتصلي ايه يا حاج ابراهيم؟ صلاة العصر، الظهر، المغرب؟ تقريبا العصر، كانت الساعة 4 تقريبا. في العصر، تمام؟ طيب صلاة العصر، صلاة العصر احنا اتفقنا ان صلاة العصر بتدل على ان انت بدأت امر في حياتك، وان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت قربت الامر ده ينتهي، والامر ده ينتهي على خير. اذا كنت بادئ في شيء، بادئ مشروع، بتفكر انت بدات بها في الفعل وقربت للمنتصف، وصلت لمنتصفها، بس في النهايه ان شاء الله الامر الاخير وهيعود عليك. وما دام صليت يبقى الحمد لله اللي انت عايزه هيتحقق. طب الحمد لله ان شاء الله. وحلمت حلم ثاني، بنتي حلمت حلم لاخوها، اخوها خاطب، حلمت له ان معاه جزمه بيضاء وبوت، وهو هيتجوز. يعني هو في الحقيقه هيتجوز. بس جاب في الحلم جالها جايب جزمتين. تمام. واحدة بيضة وقلت فتحت مش جزمة بيضة ومعاه بوت تاني. طب تمام. هو بيشتغل ولا لسه؟ لا شغال حضرتك. هيترقى في وظيفته وهيتجوز. هيترقى وهيتجوز. هيترقى في مكان هياخدها كويسة وهيتزوج، واللي هيتزوجها دي من عيلة. ايوه صح حضرتك. من عيلة وبنت ناس محترمة. طب شكرا يا شكرا. الست بتاعتي هتقول لك على حاجة. طيب ماشي حاضر سامعاها. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا قلت لك حلم الست اللي انا عندها ده، وده اللي انا قلت لك انا هسيبها، وقلت لك بس هي مش هتسيبك يعني هتبقي معاها برضه وكده. قلت لك زي النهارده ام محمود من القاهره. طيب ماشي. طب قولي بقى الحلم اللي عندك يا ام محمود. حلمت حلم تاني ان انا هنا في شقتي وهي جايه، انا خلاص يعني خلاص انا هسيبها وكده، يعني قلت لها بيجي تعبان وهقعد وكده، بس لسه هقول لها. انا خايفه منها، انا خايفه هي هتقول ايه بقى يعني لما بس لقيتها جايه لي هنا في البيت. جايبه معاها بنت صغيره وقاعده تاكل معايا في البيت في شقتي. جايبه، وقلت لها انت مين اللي جابك؟ لقيتها جايه وقاعده معايا في بيتي وقاعده بتاكل معايا. بس هي عماله تبص على سقف الشقه كده وتبص، وبعدين ايه؟ قلت لها انت بتبص على ايه؟ طب استنى ابني هيوصلك. انا قاعده اكل انا وهي. بس لقيت قالت لي، قلت لها كان مستني ابني هيوصلك وكده، قالت لي لا، وهي معاها بنت صغيره. راحت جايه وقاعده على حجري. قلت لها ايوه، يعني لما اغرز معايا الجمال كده. بس كده قلت. طيب البنت اللي كانت معاها دي كانت جميله في الشكل ولا كانت مش حلوه يا ام محمود؟ مش عارفه والله يا حاج. انا طيب هي حست منك ان انت عايزه تبعدي عنها. حست منك كده بالفعل في الحقيقه.
تمام؟ فعايزه تعمل ايه بقى؟ الحلم مبين لك جوزي في المستقبل، هي عايزه في ود تاني معاكي. وهتبص تلاقيها بتديكي خير، قعدانها على رجلك ده مع ذلك ان هي بتحاول تديكي خير عشان تحسسك بالامان تاني من ناحيتها. وكون ان هي بتبص على سقف البيت عندك، بتبص على النساء اللي في البيت، في عندك نساء في البيت؟ لا ما عنديش بناتك. يبقى انت عندي بنتي. بنتك بتبص لها، حتى انا على بنتك ليه؟ ايوه بتبص لبنتك، بتبص لنساء البيت، بس صنعة السقف هي بص ليها. هل مثلا هي بتبص لعلمها، بتبص لجمالها، بتبص لشطارتها؟ اكيد في ميزه. يا بنتي ساعات تروح تساعدني وكده، بس هي مش بيعجبها يعني حاجه البنت اللي بتعملها كده، لان بنتي ما تعرفش تعمل حاجه زي يعني. بتبص لها بس. هي بنتي وجوزها ما يعني ما يرضاش. انا خايفه هي تقول لي تيجي، بس هي بنتي مش هترضى لان عندها عيالها وكده. انما انا ما يعني قررت ان انا اقعد واقول لها خلاص انا جوزي تعبان، ولان ساعات افعالها بتضايقني، بتزعلني منها يعني. بتعمل حاجات ما كانتش بتعملها، بتزعلني منها. انا قررت ان انا، وبعدين انا تعبانه كمان يعني، تعبانه. انت سلام عليكي حاجه ماما احمد، الله يسلمك. بس هي هتحاول بقى، خدي بالك. هي هتحاول تعيد الود تاني. هتحاول وهتتصل الاسبوع الجاي ان شاء الله زي النهارده، هتقولي لي في جديد. ان شاء الله. ان شاء الله. ام الله حاجه محمود. ان شاء الله. شكرا. شكرا على اتصالكم. شكرا. نكمل رسائلنا. كان بتقول حلمت اني بلعب بالشطرنج. طب انت بتلعب بالشطرنج ده معناها ان انت بتسعى في خصومه، بتسعى لقتل حد ولا اعوذ بالله يعني، لان اللعب بالشطرنج ده مكروه، مكروه في التفسير. طب لو انت بتلعب بالنيرد، النيرد اللي هو الظهر بتاع الشطرنج، او النيرد اللي هو بتاع الطاوله والحاجات دي، النيرد ده برضو معناها ان يعني لو انت بتتاجر في خساره، ولو انت بتخوض في معصيه، او التجاره بتاعتك دي في معصيه. فيعني ده انذار ليك من الله سبحانه وتعالى ان انت تبعد عن الامر اللي انت فيه ده، او اللي انت بتفكر فيه. والله اعلم. انا مش عارف اذا كانت انت ست او راجل. بتقول حلمت ان بنشر غسيلي، وسلفتي بتنشر غسيلها بيوقع عليا، او بيبقى عليا، بيوقع عليها يعني الغسيل. طب نشر غسيلك معنى ذلك ان انت بتحكي اسرارك وبتحكي مشاكلك في نفس البيت. طب سلفتك بتنشر فوق منك، والغسيل بينقط برضه، هي بتحكي مشاكلها، والمشاكل كلها كده ملبسه ببعضها يعني، كله يعمل قلق في بعضه، لان الهدوم بتوقع على الهدوم، دي مشاكل كلها في البيت يعني. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون ده انذار، وان المشاكل ما تحصلش، ويا ريت تكوني سامعانا دلوقتي عشان منعا للمشاكل يعني. بتقول تاني حلمت ان بقوم بعصر الخمر واضعه في زجاج. انت بتعصر الخمر، او انت بتعصر الخمر؟ ام اسلام معانا. ام اسلام ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا حاجه. ايوه يا حاجه ام اسلام، انا سامعاكي. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول الحلم؟ قولي يا حبيبتي الحلم، انا سامعاك. ايوه. انا ابني متجوز بقاله 3 سنين. تمام. على طول بشوف واحده كانت عايزه لحد يعني. فانا دلوقتي كل ما اشوفها بحبل على رقبتها، وحبل ماسك اعدام. وبحبل ايه؟ بشوف على طول. شفت مكوك الرؤيه امبارح، شفت مكوك بيضي، مكوك بتاع المكن بتاع زمان. ماشي. بس كده بشوف مكوك. انت شفتي؟ ايوه المكوك بتاع تقريبا بتاع مكن في الخياطه اللي هو بينحط في المكنه ده. تمام. طيب هو في امر في حياتك؟ ها ايه تاني؟ بس كده. المكوك اللي جاي لك ده في امر في حياتك ان شاء الله، بامر الله هيتصلح. ايوه، عشان ابني ما بيخلفش بقاله 3 سنين، وانا بدعي له شفت الحلم ده. ان شاء الله بامر الله هتدعي له، ان شاء الله بامر الله دعائك هيستجاب. المكوك ده ممكن يكون هو التفسير او التاويل اللي انت عايزاه، لان المكوك ده عباره عن امور هتتصلح في حياتك، لان مكنه الخياطه والابره والخيط والحاجات دي كلها امور بتصلح في الحياه. ففي تصليح في الامر عندكم. الست اللي انت شفتيها مربوطه في حبل ديت، المؤمن لا يغل. تمام. فمش عارفه انا اخشى الله ان تكون الست دي منافقه، او هي مش كويسه، هي منافقه، لان المؤمن لا يغل. هي مغلوله بتقول انت بالحبل. ايوه. الست دي منافقه، والله اعلى واعلى. ايوه. تمام. شكرا. شكرا 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 يا حاجه ام اسلام. شكرا.
طيب نكمل تفسيرنا. بنقول اللي كان بيقول انا بعصر الخمر وبعبيه في الزجاجات، الخمر اللي انت بتعصره ده معنى ذلك ان انت ممكن تكون تخدم سلطان، هتخدم والي، هتخدم شخصيه قويه. واعتقد هو ممكن تكون انت اصلا كمان معروف في الدوله او معروف في البلد، لان انت بتخدم السلطان فمعروف. ام محمد، السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذه فاتن؟ الحمد لله تمام، منوره حضرتك الشاشه. الله يرضى عليك، الله يبارك لك. الله يكرمك. الله يخليك. انا ليا حلمين. بنتي حلمت ان البيت عندنا بينزل ميه من الجدار، ميه نظيفه بيضاء، يعني بتقولي الميه نازله كده ومش عارفه، بقول لي بصي يا ماما الميه نازله ازاي من عندنا في الجدار. ده بنتي. وبنتي الثانيه حلمت ان اختها داخله علينا وجايبه بيت 30 بيت، كرتونه ليها كرتونه ليها، دي متزوجه لكن ما جابتش ليها. ده هتندم، حضرتك بعتم لها الدنيا عيال. طيب بنات، يعني البيت هو فعلا بنات؟ بيقول على البنات، كثره البنات، يعني مش معنى ذلك ان هو يخلف بنات بس، لا هو ممكن يكون البنات كتير في البيت، يعني ممكن تكون مخلفه ولد او اثنين وخمسه سته بنات. بيدل على كثره النساء في البيت او في المنزل، كثره النساء مش معنى ذلك ان هو كله نساء، لا كثرتهم. طب كل هي اللي جايبه كرتونتين البيت؟ الكرتونه اللي ليك انت ده خير ورزق وجاي لك ومالها يقفيكي. البيض اللي هو ليها هي ده خلف ليها، او بنات واولاد. تمام. طيب الجدار اللي بينفع ميه ده، الجدار ده كان في بيتك؟ ايوه في البيت اللي احنا قاعدين فيه. طيب بصي يا حاجه ام محمد، اشعال الجدار والميه البيضاء اللي بتنزل منه دي في شده حسد عندكم، انتوا محسودين لدرجه ان اتعملت لكم مشكله. أيوة. في مشكله موجوده عندكم، المشكله دي سببها الحسد، والمشكله دي تخص زوجك. المشكله دي بتخص جوزك. تمام. وما دام بتخش جوزك فبدأت اللي في البيت كلهم يتعبوا ويقلقوا بسببه. الحين بقى ما بينش شيء في المستقبل، ما بين بس الوضع اللي انت فيه يا ام محمد. جزاك الله الف خير يا استاذ. الله يرضى عليك، الله يبارك لك يا ام محمد. شكرا على اتصالك، شكرا يا ام محمد. عليكم السلام. يبقى احنا قلنا في رسالتنا بتقص الخمر، يبقى انت هتخدم سلطان وتكاد تكون انت معروف. طيب بتقول حلمت اني بزمر وبضع اناملي على ثقب المزمار، يعني اللي هي الصفاره دي اللي بنحط عليها الاصابع وتتحط كده زي ايدي الانامل دي، معناها ان انت بتعلم القران لحد. وما دام انت بتحسن النغمه، لو انت بتحسن النغمه يبقى انت بتعلم القران، ما بتحسنش النغمه يبقى انت والعياذ بالله بتدعو للفسق وبتدعو للمعاصي. اهم شيء تكون انت بتحسن النغمه في المنام، لان انت مش مبين او مش مبينه. والله اعلى واعلم. بتقول حلمت ان بشتري سبت. طيب السبت ده لو انت حلمت انك بتشتري سبت، معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى هيوريك امر في المستقبل، هتشوفي في امر في المستقبل، يا اما انت هتتوقعيه بقدراتك العقليه، او ان ربنا سبحانه وتعالى هيوريهولك في المنام، او ان ربنا سبحانه وتعالى هيلهمك بيه. تقولي انا ممكن يحصل لي كذا وكذا قدام، او تشوفي في المنام ويتفسر ان ان شاء الله بامر الله شيء تشوفيه قدام، او ان بقدراتك العقليه وذهائك وفطنتك تحسبي الامور وتحسي ان شاء الله بامر الله في امر في المستقبل انت هتشوفيه. والله اعلى واعلم. معنا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. في رأيك ايه؟ حضرتك تخمنت في يوم كده ان المحل التحتي ما فيهاش فلوس خالص، ما فيهاش الا برشام. فجاء اخويا انتكر بقول له ما فيهاش فلوس خالص، بتاعي برشام ومش عارف ايه ده. بس طيب انت منتظم في الصلاه؟ ايوه نوعا ما منتظم خالص اليومين دول. منتظم اليومين دول؟ طيب انتظم اكتر، انتظم اكتر يا حاج محمد، وكل الاسم اللي موجودين دول معاك، مع ذلك ان الستر موجود معاك. صحيح انت الظروف دلوقتي صعبه معاك شويه، لان لا في جامع ولا في الفلوس مرسوم على جامع واحمس او تحط اللي هي الحاجات الفرعونيه اللي هي الولي او السلطان، فانت ما عندكش الجزء ده، ما عندكش حته الولايه، لا انت شخص بسيط على قدك. وكون المحفظه ما فيهاش فلوس معنى ذلك ان انت لازم تنتظم في الصلاه شويه، وان الامور مقدمه معاك دلوقتي، لكن ان شاء الله بامر الله ربنا هيفرجها عليك بامر الله ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا، شكرا يا حاج محمد، شكرا. بتقول حلمت اني اقرا جريده. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه نعم، عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا استاذ محمد، سر ان شاء الله. عندي حلم اريد ان تفسره يعني. تفضل. ايوه بالنسبه لي انا شفت ثلاث نسوان يعني دخلوا علي مع السباق. ف كان على الحيط سلاح وعباء المسدس، فاخذته
فالاثنين لما شافوا السلاح معايا الاثنين قاموا بالهروب مع السباق، ويعني قاموا بالهروب مع السباق الى الخارج. فالمرأة الثالثة طاحت تحت قدمين وقامت تبكي بشدة. مين اللي تحت رجليها؟ يعني كانت تبكي. مين اللي يعني تبكي؟ يعني تعيط. ست منهم قاعدة تحت رجلك وتبكي يا حاج محمد؟ في ست من الثلاثة دول قاعدة تحت رجلك وقاعدة تبكي؟ ايوه، الاثنين طلعوا مع السباق. الاثنين هربوا. دخلوني اخذت السلاح من السباق. وست تحت قدمك. ايوه، والثالثة تحت قدمي كانت تبكي بشدة برا. بشدة كانت بتبكي. فقمت من النوم وانتهى الفيلم على كده. فانا اريد يعني تفسير وسوف اسمع في الاستفزاز يا اختي العزيزة. طيب ماشي يا حاج محمد، اسمعنا من التلفاز. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج محمد. طيب اظن كده حطيت السماعه وبتسمعنا من التلفزيون. الثلاث حريم او الثلاث النسوان اللي بقولك من الشباك زي ما انت بتقول، دول دي دنيا جايه لك، تمام؟ الدنيا هتتفتح عليك من ثلاث جهات، او في خير جاي لك. الخير ده ثلاثه، يا اما من ثلاث جهات يا اما من جهه واحده، ولكن الشق بتاعه متفرع. ازاي؟ يعني انت هيجي لك الخير، تمام؟ في خير جاي لك ثلاثه خير ان شاء الله بامر الله داخلين عليك، بس داخلين من الشباك. الامر فيه شبه يعني مش شبه حرمانيه او ما فيش مصداقيه، بس هو في خير جاي لك ثلاثه، تمام؟ طب انت شلت السلاح او المسدس، ده معنى ذلك ان انت عندك قوه. القوه ديت خلت الشيء ده هرب منك، خلت اثنين من الخير اللي كان هيجي لك دول خافوا منك، بعدوا. يعني ممكن لو في ثلاثه عايزين يشاركوك في مشروع، اثنين هبوك فبعدوا عنك، وواحد اللي تمسك بيك لانه عرف ان انت فيك الخير. ده معناها والله اعلى واعلم. سمعت يا حاج محمد ولا هنعيد تاني؟ نعيد تاني للتاكيد، ربما ما يكونش سمعنا من التلفزيون على ما طفى. الثلاث نساء اللي دخلوا لك من الشباك دول ثلاث اشخاص ممكن يكونوا عايزين يعملوا معاك مشروع. دي دنيا ان شاء الله بامر الله هتجيلك، والدنيا دي فيها خير. طيب السلاح اللي انت مسكته ده قوتك ومكانتك. ممكن يكون الاشخاص اللي عايزين يتاجروا معاك او يعملوا معاك مشروع خافوا من قوتك او هبوك، الله اعلى واعلم ايه اللي عندك بالظبط. خلى اثنين هربوا وواحد اللي تبقى معاك، والله اعلى واعلم. شكرا على اتصالك يا محمد. نكمل. بتقول حلمت ان قرات جريده. طيب انت ما حددتيش قرات الجريده من وجهها او من ظهرها. طب انت لو قرات الجورنال او الجريده من وجهها، مع ذلك ان انت هترث ميراث، في ميراث هيجيلك. طب لو انت قريت من الخلف الجريده يبقى معناها ايه؟ معناها عليك دين، والله اعلى واعلم. والاثنين عكس بعض تماما. يعني انت لو قريت الجريده من وشها يبقى انت هيجيلك ورث، لو قريتها من الخلف يبقى انت عليك دين، والله اعلى واعلم. غير ما تكون انت بتقرا كتاب، لو بتقرا كتاب مع ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى هيوليك ولايه، والله اعلى واعلم. بتقول حلمت ان بتكلم اللغه الانجليزيه بطلاقه، مع العلم انا في الحقيقه لا اتحدثها. طيب انت بتتحدثي باللغه الانجليزيه او باي لغه ثانيه او باي كان في شيء انت ما انت عارفه الحقيقه، معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك علم وهيعطيك ولايه وهيعطيك نور، والله اعلى واعلم. فالحلم جميل يعني. بتقول حلمت اني التقط عدد من الحصى في ثوبي، يعني بتنقي الحصى وتحطها في ثوبك. طب لو انت بتنقي الحصى من على الارض، مع ذلك انت بتتعلمي القران، تمام؟ ناخد ايمان. معانا ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايزه اقول حلم. قولي. وانا في حلم ان في الشارع عندنا برميل فيها جاز وعليها حلبه متنبته كده. بس. طيب بصي يا ايمان، برميل الجاز اللي باباك شافها ديت، انتوا عندكم املاك؟ هو بيتنا بس. عندكم املاك، ما هو اللي بيدل عليه ده، تمام. الحلبه اللي عليه ده خير. في خير هيأتيكم من وراه، في خير ان شاء الله بامر الله معاه. حلبه منبته كده. الحلبه المنبته ده خير. برميل خشب. ازاي؟ برميل خشب؟ برميل وفيه مكسره وكده. برميل، في برميل خشب؟ وفيه جاز؟ في جاز وعليه من بره منبت حلبه. لا 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 حلبه بتاعت العيد. لا ماشي، احنا قلنا الحلبه دي رز. بس انت باباك بيشتغل ايه يا امان؟ نجار. يمكن عشان نجار عملها كده. طيب هو في امر في حياه والدك بيخص والدك ما يخصكوش انت. الامر ده بيكون في رزق وجاي وخير وجاي، بس في شويه نساء. في شويه بس في خير جاي. تفضلي يا امان قولي. لو سمحتي، في كنا قاعدين وعشان بس في عقربتين بيض. في ايه؟ عقربتين بيض. عقربتين. ووصلهم
ورماهم بره. مين اللي سالها؟ ابويا. تمام. بس طيب انت ليك اخوات ولاد؟ متزوجين؟ ايوه متزوجين. كم واحد متزوج؟ اثنين. هما النسوان نسوين اخوكي. هما الاثنين دول تمام؟ هيعملوا شيء مش كويس او باباكي تعرفهم او كويس او فهتحصل مشكله فباباكي هيغضبهم شويه. هما زعلانين دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه. هما دول عربتين اللي باباكي خرجهم من البيت. تمام؟ هما هيعملوا شيء مش هيعجب والدك. هما لونهم بيض. يعني لونهم في البشره بيض. طب في فيلم ثالث ممكن؟ قولي يا امان معاكي. لو سمحتي هي مرات اخويا حلمت ان هي رايحه قبر. رايحه القبر واحنا رايحين معاها. والقبر ده اتفتح وطلعت منه صوره ماما. طلعت منه راس ماما بس هي مش في هيئه ماما. واحده شعرها ابيض كده. فخافت منها وبعدت. وبعدين قامت راجعه تاني وطلعت بقى ماما بهيئتها بتضحك لها. وقعدت تضحك لها وقالت لها ازاي يا ماما عامله ايه وكده. مامتك متوفيه يا ايمان؟ طيب مرات اخوك اللي هي فتحت القبر دي بتتكلم في مواضيع قديمه؟ عارفه بتفتح في مواضيع كده فات عليها فتره حساب هي ها بتفتح في مواضيع ممكن اكيد. طيب اما كانت حتى بتفتح في مواضيع يبقى في امر هي هتبداه. الامر ده هيعود عليها ان شاء الله بامر الله خير. في الاول هيبقى صعب لكن بعد كده هيعود عليها بخير. هي حامل. يبقى هو الحمل ان شاء الله بامر ربنا هيكمل لها على خير. اول الحمل كان صعب لكن بعد كده ربنا هيكمل لها على خير. يعني ما فيش حد هيموتك من لا لا, لا 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 فيش موت هنا خالص يعني. لا يا حبيبتي. شكرا. شكرا على اتصالك يا امين. نكمل. ام هاجر. ام هاجر السلام عليكم. السلام عليكم استاذه فاطمه. عليكم السلام. فين رأيك يا ام هاجر؟ ان شاء الله هقول لك بس لو سمحت انا معايا احلام كثيره ومعايا استخاره لو سمحت يعني ما تفلوش علي عشان خاطر اقوله كله. ماشي يا استاذ حماده ما تقفلوش علي الخط. فين خير الله مدار خير. اخويا نايم على السرير. انا صليت استخاره على موضوع يعني كان في خير يرضي ربنا نعمله فلوس خير لينا وما يرضيش ربنا ما نعملوش. فهمت ان اخويا نايم على السرير وانا قاعده على السرير الثاني بنفس الاوضه وواحد قريبنا قاعد اسمه علي على ايه نفس السرير بس بينه وبينه يعني مسافه. فانا نطيت كده من على السرير ونزلت في الارض واخذت تحديدتي فانا وقعت من على راسي حطيتها على راسي ولبستها وجيت طالع لقيت اخويا الكبير طالع ما دخل الاوضه ومعه الكراتينه اللي هي الكراتينه اللي بيحطوا فيها الموت بس هو جيبها فاضي يعني. فقال كلمه مستغرب صراحه قال ايه فهم ضحكوا يعني كده عليه. فرحت حتى الكراتينه وطلعت وانا طالعه في نص الصاله جيت محفظه قديمه فيها واضحه جدا ان في ناس تمام لكن انت حلك مش ما فيش الجن اللي انت بتشوفيه بناس خبثاء بيخش عشان يعملوا مشاكل بناس بيمكروا في مكر بيمكروا عشان يبقى عندكم مشاكل بس انت هتعرفوهم انت هتعرفوهم ان شاء الله بامر الله انما مش عشان انا شفت جن في المنام يبقى هو الجن الحقيقي لا مش هو ما بيبقاش الجن فعلا لا بيبقى ناس خبثاء يعني في بره العيله في ممكن يكون حد يعني من دول بيت كما حتى من ابنائنا لا مش من ابنائكم ما دام شفتيه في المستشفى بره بيتك يبقى مش من الابناء ولا من العيله هو من الجيران من المعارف يعني حسد او عايزين تورانا ان احنا ما نطلعش يعني ولا نعلم مش عايزكم تنجحوا مش عايزكم تنجحوا في اي حاجه طيب هقول لك حلم اختي رهنده حلمت ان ايه سلفه زي ما تقول سلفه يعني راح جاب لها ربطة حزمة توم اخضر كثير فقالت له احنا عندنا توم ليه جايبه وامي قالت لها انا اللي مكلمه عليه تمام فراح بعد ما اداها التوم وكده لقيت جماعه عندنا في البيت النور قاطع راحت نورت لهم ثلاث سماعات وقالت لهم اوقفوا كده عشان خاطر الهواء يعني ما يدخلهمش فيه فراحت ولعوا الثلاث سماعات فراحت ايه لقيت نفسها ناس الجلابيكه هي الخضره اللي بتلبسها العاديه يعني خضره عام وبعد كده طلعت من المكان ده وقفت برا لقيت نفسها لابسه جيبه وشكلها حلو هي في الاجناس يعني صغيره هي لسه ما خلفتش لابسه جيبه وجاكيت والله صل على الحبيبه المصطفى لابسه جيبه وجاكيت وقالت انا لقيت نفسها بتتوضى في الشارع قالت بدل ما اتوضى في الشارع اتفقت لا انا حدخل بيتنا واتوضى في البيت ولقيت نفسها يعني فرحانه بنفسها ايه والشمس طالعه وانها ايه هي صغيره يعني في الاجناس بس لقيت نفسها احلى واحلى واصغر يعني والشمس طالعه طيب بسم الله ما شاء الله الله اكبر ده حلمها جميل جدا يا حاجه ام هاجر تمام مين اللي اداها التوم؟ سلفه يعني سهره اخو جونها هي في مشكله هتجيها التوم ده مشكله او هم او شويه نكد يعني
تمام. السويتي هتبقى اخضر لو استاذه الثوم اخضر اخضر حتى لو اخضر هو الثوم تفسيره حلو. هي شويه همومها اسوء او في شويه هموم في بدايه حياتها. طب لا هي المشكله بس هتتحل ان شاء الله. ما هي من هي اتحلت بسبب الامر اللي اديني مبشرات لحلها. انت عندك مبشرات عندك شايفين ان هي هتتحل وبالفعل هتتحل. ازاي هتتحل؟ الثوم ده احنا قلنا شويه مشكله او شويه هم عندها. طب النور اللي اتقطع ده مع ذلك المشكله يعني ايه هتتعقد شويه. طب بعد ما تتعقد المشكله شويه الثلاث سماعات اللي نورتهم دول هي ان شاء الله بامر الله هي اللي هتقوم بحل المشكله بنفسها. هي تعتمد على نفسها وتنور لطريقها وحياتها. تمام؟ قامت قامت ولابس لبسها الزيبه والزفت مع ذلك ان هي ان شاء الله بامر ربنا هيقتها ولد وبنت. الزيبه بنت والزفت ولد. ربنا هيقتها خلاص. تمام؟ طب رائحة الشمس موجودة ان الحمد لله كل الهموم دي هتروح وكل اللي عندها هيروح. طب هي قالت بس هتوضى في الشارع هتوضى في البيت معنى ذلك ان هي هتلم ما تاكلها تبقى على قدها هي وهتحلها. مش هتخلي حد يسأل غيرها. طيب انا البيت نفسي ماشية يعني زي ايه كاني ماشية في البلد بلبيس طبعا بالوان بمشي باسود ومتداري. فالبيت نفسي نفس الالوان والشمس طالعة ايه جاية من الغروب يعني كاني منسجة كده يعني في وشي وفي عينيا ضرب وبالعينين منظرها حسيته جميل يعني والله مصلي على الحبيبه المصطفى ماشي يعني كده وصوته سبحانه وبقي ايه حتى وشي في الارض عشان طبيعتي ما بحبش ابص فيها وكده يعني في الرؤيه برضه زي كده بس حاسه ان الناس هتشوف ان عينيا حلوه وانا والشمس ضاربه على راسي كده وعينيا وماشي عادي كاني ما مضايقانيش الشمس. طيب بسم الله ما شاء الله دي احلى رؤيه انت قلتيها يا حاجه المهاجر. ايه الرؤيه الجميله دي بقى؟ مثلا في طريقك معنى ذلك ان انت ماشيه في حالك وان انت ماشيه في طريقك وان انت ماشيه في العمل اللي انت بتعمليه او الشيء اللي انت بتخططي له اللي انت بتقول عليه المشروع اللي انت بتعمليه ده. طب لقيت الشمس ده ربنا سبحانه وتعالى هيعزك وهيرفع من شأنك وهيعطيك مال وهيعطيك جاه. انت ست قويه في شخصيه قويه على فكره وتقدري تقودي مشروع او تقدري تقودي بيت يعني انت ست قويه في طبيعه الحال يا مهاجر. الشمس اللي عليك دي ده ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك سلطان ربنا يعطيك ولايه ربنا يعطيك خير كتير ان شاء الله بامر الله. الناس اللي انت خايفه تبص عليك دول الناس فعلا بص عليكي لما يجيلك الخير ده اللي انت هتعمل ده هيجيلك من وراه خير الناس كلها هتبص لك وهتحسدك يا حاجه ام هاجر. طيب البيت طبعا طلع الحبيبه المصطفى ماشي حماه اختي اللي متوفيه فجاتها في المنام بتعمل الميل هي ولدها يعني في المنام تعمل الميل الميل اللي هو زي مثل تحت الغريبه لا الميل العادي اللي هو زي المنقوش الحكاوي يعني مدور. فراحت قالوا لها بتعمل انت ومين منين؟ قالت انا ويعني مرت ولدي. قالوا لها فين بناتي؟ قالت لهم بناتي نايمين جوا. فهي عايزه تعرف يعني تفسير الحلم ده. طيب هي حماتها متوفيه؟ ست طيبه يعني وديتها تحت يعني وحاجات زي كده منقوشه؟ لا عملوا كحف مع بعض يعني عجنوه عملوه وبيقطعوا فيه. لا دي شويه مشاكل وكلام كتير كلام كتير كلام كتير تعبني ولاد كلام كتير هيجيب مشاكل. الكحف والعجين والحاجات دي كلام كتير كله حصل كلام كتير وانت المشاكل. حصل ده وان شاء الله انهت المشكله خلاص ان شاء الله. لا انت قدها ودود يا حاج المهاجر. انت قدها ودود انت كفايه كل المشاكل اللي فات كله. بسم الله ما شاء الله عليك. انا صراحه بخاف يعني اي شيء بحب انه ببقى خايفه من ربنا وخايفه ربنا بالدار يعني بخاف من ربنا احب ربنا ورسوله بحب يعني امشي على ما يرضي الله بس يعني اي بني ادم خطا فنعم بالله. بصي يا حاجه مهاجر انت قلبك قوي لانك عندك ثقه في الله وحبك لله وحبك لرسول الله مخليك ماشي على الطريق الصح ما فيش حد بيقف قدامك لان انت ماشيه بما يرضي الله ماشيه على الصح. ثقتك بالله مخليه عندك الايمان قوي مقاومة الحق. ايه تاني حاجة مهاجر؟ في ثاني. اللهم صل على محمد كلها النهاردة عندنا على الهواء. بارك الله فيك احلم اللهم صل على سيدنا محمد ابويا حلم ان ايه جيت طبعا متوفي فراح حلم ان في بقرة قال له ايه الدرع بتاعها طبعا فهماني الدرع بتاعها ايه كبير يعني مليان لبن كده وطويل جدا فقال له ايه هنقص ماشي قال له هنقص منها يعني نحطها كده عشان ايه تبقى طبيعي يعني ويجيب لبن وكده. الحلم ده امتى؟ الحلم ده الصراحه من كام يعني من كام شهر كده كان الوالد احنا انفرحت صحيت قلت له حلمت ايه؟ فتتكلم قال لي كنت اكلم الوالد الامر كذا كذا قال لي. في التوقيت ده يا حاج مهاجر كان في سنه كلها خير على والدك. مش والدك اللي شاف الرؤيه؟ والدي حافظ القران اساسا يعني. بسم الله ما شاء الله الله اكبر بس هي ما لهاش علاقه بحفظ القران هي لها علاقه بالخير في سنه عنده ربنا سبحانه وتعالى كان هيفتح عليه جدا في السنه دي هو شاف خير كتير قوي بس خلاص الحلم ده عدى
بس هو الحمد لله يعني هو في خير وكل حاجه بس لا زال ما دام ان شاء الله في بيتكم. بس انا بتكلم عن السنه ديت ان الخير زياده فيها. هي السنه دي يعني كده والحمد لله. بس طلعت اقول لك لسه انا معايا احلام ثانيه من مبلغ سمحت تستنيني عشان انا بصراحه بتعرف الكراسه والله انا بقدر اصلا بيكي وبذكائك وان انت حمد الاحلام دي كلها اصلا يا مهاجر. الله يخليك يا رب يا رب تسلمي. احملت يا اختي كلمه ان ايه انا زوجي بصراحه يعني ايه مش مطلقه بس متصابرين يعني وانا عزاز الا ربنا والرسول واولادي واخواتي هم اللي طلعت من بعد ربنا جيت بصراحه. نعم يا بنتي. اختي قالت لي ان في مروحه باظت في البيت بايظه النور كده هيضرب او حاجه زي كده. قالت لي اختي انا فصلت النور وبعد ما فصلت النور عشان ما يحصلش حاجه زوجي اخذ المروحه القديمه المروحه دي اللي تضرب وطلع بيها من بره. بعد ما طلع بيها من بره قالت لي انه زوج يخطف تحت الميه او بيمثل كده انه بيخطف حد تحت الميه. بس قالت لي هذا الفيلم يعني المروحه يا حاجه ام هاجر كانت شغاله. هي انقطع الاتصال ولا ايه؟ انقطع الاتصال يا حاجه ام هاجر ونستناك ان شاء الله في الحلقه القادمه. مين معانا؟ ام محمود. السلام عليكم. الو السلام عليكم. ايوه يا حاجه ام محمود خير رأيت ان شاء الله. ان شاء الله رأيت ان انا في مكان كده مش عارفاه وقاعده كده في الارض في اوضه كده ومعايا صاحبتي وكده وانا بصه للباب والباب بيبص على السياح وبرضع طفل واللبن مغرق جسمي كله وهي قاعده مع عمرو خالد هي وكوسها فهي رفعت ايديها كده فهو عمرو خالد بيقول لها الخاتم اللي في ايدك ده جميل قوي كان قاعده مديالهم ظهري عشان برضع بيبي والبيبي مغرق الدم اللبن مغرق جسمي كله فبقول ازاي ان هو ترفع ايديها كده وهو يقول لها الخاتم بتاعك جميل كده الخاتم وهي لابسه خاتم وهويته يعني جمال فانا بقول ازاي ان هو يبص على ايديها ويقول الخاتم بتاعك جميل. هي عندها اخ ذو مكانه حلوه صاحبتك ديت؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش عنها اي حاجه خالص؟ لا. لا هتعرفي. الاوضه اللي انت عايزاها ديت يا ام محمود وانك بتردها طفل وانك بتبص على الباب معنى ذلك ان حياتك منغلقه عليكي. تمام. بصصانك على الباب بيتك او على باب شقتك معنى ذلك ان انت عينك على جوزك ال 24 ساعه. يعني انت يعني بصي يعني مراقباه كويس قوي ومحوطاه كويس قوي وحتى عينك عليه. ده بصصانك على الباب والحمد لله ما دام الباب مش مكسور ولا مقلوق ولا مخلوق الحمد لله جوزك مستقيم وجوزك كويس شخص انسان كويس انسان محترم. ورضاع الطفل ده معنى ذلك ان حياتك هتقفل عليكي. طب صاحبتك اللي قاعده وفي ايدها خاتم وفي ايدها غويسه الخاتم ده زوجها. انت هتسمع عنها ان زوجها كويس وهتسمع ان لها اخ كويس او اخت كويسه معاها. بس بلاش علاقه ثانيه اكتر من كده. طب فيلم ثاني ممكن؟ اتفضلي حاجه ام محمود معاك. انا دخلت برضه عند جارتي كان عندها اولادها والدنيا زحمه والبيت زحمه والعيال والاحفاد وكده فكنت عايزه اتوضى في الحمام. فلقيت الحمام يعني متوسخ بطريقه فظيعه وهي ماليه زي جردل او بستله تحت الحنفيه فتوضيت من بقول ايه منظر الحمام اللي الفظيع ده يعني ما هي طبيعتها نظيفه يعني فاستغربت من المنظر ده. طيب الحمام انت شفتيه مكركب ومش متروق ولا فيه الوسخ اللي هو الفضلات فضلات الانسان؟ لا هو ما فيه زباله ويعني زباله مش فضلات انسان زباله كده ومتوسخ مش متنظف. طيب انت عرفتي شيء عن جارتك دي؟ تمام. دخولك شقتها معنى ذلك ان انت معرفتي بتدخلي في حياتها يعني هي يعني انت بتدخلي في حياتها بتدخلي في حياتها بتعرفي عنها حاجه عرفتي عنها انها عندها مشاكل وعرفتي عنها ان هي مش مرتاحه لا نفسيا ولا ماديا وكون ان انت عايزه تتودي معنى ذلك ان انت عايزه تعملي امر يعني تقبلي امر معاها ما انتش عارفه وضوئك في المنام والصلاه مع ذلك بتقبلي على امر الامر ده انت مش عارفه تنفذيه منها من لان ما عرفتيش اسلوبها في الحياه. ها؟ ايوه محمود. أيوة. تمام؟ ايوه شكرا دكتور. ما شكرا يا محمود شكرا على اتصال. مين معانا؟ طيب ماشي نشوف رسائل معانا احنا كنا بنقول لحلمت ان التقط. طب دعاء معانا دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه خير يا دعاء رأيك. لو سمحت أنك عن أول حلم يعني أنا صليت صلاة استخارة يعني عشان في عروس متقدمة زي كده فصليت صلاة استخارة فشفت أنا في المنام إني رحت المدرسة بتاعتي كنت ماشية ده الحبيبة
طب انا كنت مستريحة بدي مجلسة من البتاعة يعني انا في الحقيقة اللي الغضب مجدود بحلم مش حلو علي بس في الحلم كان جميلة خالص الطرحة كنت نفسها يعني بندس ابناء عني فكنت نفسها الابناء بتاعي بس كنت كده رحت قعدت احكي الاستاذ عندي في المدرسة اسمه كرم يعني انا الاستاذ ده بحكي له وبعزه وبحكي له يعني ونسأله يعني نعتبره زي اخوي رحت حكيت له فلسطين على العريس زي كده بس انا بحكي له كنت زعلانة جرى جوا وكنت لدرجة اني كنت حكي بس انا بحكي له بقول له على اساس يعني زي لانه مثلا الحكاية ما تمت عشان كده انا بحكي له زعلانة وهو فرحان بعد كده بدي يضحك وفرحان وبص عليا وبس ده عندك كم سنة يا دعاء؟ عندي 18 سنة 18 سنة طيب يا دعاء العريس اللي جالك ده عريس كويس تمام ليه؟ الطرحة اللي انت لبستيها على راسك ديت ده هو زوجك ان شاء الله بأمر الله في المستقبل طب الطرحة لونها أبيض الشخص ده نقي وبتاع ربنا وبيحبك عشان تبقى عارفة وكل ان الطرحة أصلا في الحقيقة مش حلوة عليك بس في المنام حلوة العريس اللي جالك ده هيسعدك وهيهنيك يا دعاء فاتكل على الله ووافق عليه طب انا بس انا معايا اخويا يعني ايه يعني ايه يعني يعتبر من المغنيين معايا ايه اختها انقطع الاتصال معاك يا دعاء وما سمعتش انا الحلم الثاني ما سمعتش يا دعاء شكرا على اتصالك يا دعاء والعريس اللي جالك ان شاء الله بامر الله ده كويس وابن حلال وان شاء الله بامر الله هيحصل نصيب لانك انت لبست الطرحه وكانت جميله عليكي والله اعلى واعلم نكمل ها ام هبه السلام عليكم يا ام هبه السلام عليكم عليكم السلام فين رأيك يا ام هبه حبيبتك اخويا شاف ان ابن اخوه يعتبر ابن اخويا برضه في نفس الوقت قتل واحده وابوه مش عارف يوديها فين وقام بقى خايف يعني وقام ايه حلم تاني حضرتك والدتي متوفيه حضرتك ما في المنام دوت المنام الاولاني يا ام هبه ان ابن اخوكي قتل واحده وباباه مش عارف يودي الجثه فين صح؟ ايه؟ لا قتل واحده وابوه مش عارف يوديها فين يعني يودي اللي ماتت صح؟ يودي اللي اتقتلت اللي اتقتلت ما يقولش انا مش عارف يعمل فيها ايه طيب إيه ابن اخوكي ده عامل مشكله كبيره قوي نعم ابن اخوكي ده عنده مشكله عنده مشكله كبيره قوي وباباه واقف جنبه بس مش عارف يحلها له بس ايه؟ باباه مش عارف يحلها له مش عارف ايه؟ مش عارف يحل المشكلة اللي عنده. بس مش مبين اكتر من كده الحلم. مشكلة كبيرة ومش عارف يحلها. لان اللي قتلها دي دنيته. وكل قتل دنيته هو خلاص الحياة معاه ملطشة خالص. ما بقى عايز يقف الحياة مع ابن اخوكي ملطشة شوية. الحياة في عنده مشكلة فيها. بابا اللي واقف جنبه فيها. ايه تاني؟ واقف على حق ولا مش على حق؟ ابن اخوكي؟ والدتي بتقول مين اللي مش على حق يا ام هبه هو ابوه يعني واقف لا ابوه يعني مش عارفه واقف معاه على حق ولا مش على حق في حلم حضرتك حلم تاني بنتي شافت جدتها المتوفيه اللي هي تعتبر والدتي جات لها وكان ناس كتير قاعدين قوي كتير اتكلمت عليهم كلهم كان ابني اسمه قالت لها بوسيلي حماده بوسيلي حماده اللي هو يعتبر اخوه طيب دي بشرى دي بالعمر الطويل نعم المتوفي اذا اتى في المنام لشخص بابني يا ام هبه وطي التلفزيون عشان خاطر وطي التلفزيون عشان اسمعك واسمعيني انقطع الاتصال يا ام هبه طيب بص المتوفي اذا اتى لشخص في المنام وبيقبل او قال لحد قبل لفلان مع ذلك ده طول العمر ليه طول العمر في سعاده وهناء ان شاء الله بامر الله فدي بشرى حلوه ليه وكون ان ابن اخوكي قتل ده تمام ابن اخوكي قتل باباها على حق معاه اذا كنت عايز تعرف باباها على حق لانه عايز يقف جنب ابنه هيعمل ايه برغم ان ابنه اخطا السلام عليكم يا هناء هناء اين انت فين هناء انقطع الاتصال ماشي تمام طيب اعزائي المشاهدين فاصل ان شاء الله بامر الله ونعود لتفسير احلامنا الجميله ان شاء الله
نحن نتبنى أفراد المرأة. ندافع عنها. لا تأكلوا ميراثها. لا تسيئوا إليها. زوجة وبنت وأم وأخت وجارة. لا تضربوها. لا تهملوا تربية البنات. لا تسبوها. وفروا الحلال للأم والأخت والزوجة. احترموها. استشيروها. تحاوروا معها. لا تخوضوا في عرضها. إياكم والتحرش بها. اتقوا الله فيها. احموها واكسوها. اكرموها. اهتموا بالأرملة. اهتموا باليتيمة. ضع اللقمة في فم زوجتك. احضن ابنك. قبل يد أمك. كن رفيقا مع أختك. لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة، حياة أخرى نعيشها في ساعات النوم التي تلتهم ثلث حياتنا. أحيانا تكون سعيدة وأخرى نحاول الفرار منها بالاستيقاظ. أحلامك جزء من أسرار حياتك. اتصل بنا على 17-62 وهترد عليك الأستاذة فاتن عبد الرحمن وهتفسر لك كل أحلامك في خصوصية تامة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وعدنا من جديد في برنامج أحلامنا الجميلة وفي انتظار تلفوناتكم إن شاء الله. ومع لما تيجي تلفوناتكم نشوف رسائلنا. بتقول حلمت إن ألتقط عدد من الحصى في ثوبي. إحنا قلنا لو أنت بتحلم وأنت بتحلم إن بتلتقطي الحصى من الأرض وتحطيه في ثوبك أو بتحطيه في صدرك كده، يعني معنى ذلك إن أنت بتتعلم القرآن. طب انت التقطت الحصى ده من بحر، لو انت بتلمي بقى لان انت محددتيش انت بتلتقط حصى وخلاص حطيتيه في ثوبك. فانا اقوله لك على جميع التاويل عشان انت الله اعلم انت خدتيه من بحر، خدتيه من شجره، خدتيه من ثمار، خدتيه من سدادين، خدتيه من ارض زراعيه. انا مش عارفه انت التقطت الحصى ده منين. طب معانا حمدي. السلام عليكم. 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 الحمد لله. بس حضرتك وطي التلفزيون. التلفزيون يا أستاذ حمدي. وطي التلفزيون. وطيته. طب تمام تمام حضرتك. وطيته. تمام كده تمام. سر رأيت إن شاء الله. والله ولا طيته ولا حاجة. بلاقي حمامة في الحلم على السفرة. تمام. على السفرة. وساعات الاقي قرد. الباب اتفتح وقرد واقف. وحاجة تانية لقيت كيسة فيها كراكيب. فيها كراكيب. وفي نص رمضان الحديد. القديم. بس كده. طيب ماشي يا حاج حمدي، انا سمعت الحلم من اللي جنبك. طب انا كنت عايز اسالك سؤال يا استاذ حمدي. طب ليه بس كده؟ طب الحمامه دي في ست في البيت عندكم. الست دي كويسه وشريفه ومسلمه وكثيره التسابيح وكثيره الصدقات. الحمامه اللي عندكم دي كنا ان هي قاعده على السفره هي طالبه منكم شيء. الله اعلم اللي في البيت دي ايه. هل هي مش عارفه انت متزوج وعندك بنت على وش جواز؟ مش عارفه. هل هي زوجتك امراه شريفه؟ المهم في عندك في البيت امراه شريفه. طب انت فتحت الباب لقيت قرد، معنى ذلك ان انت لو تركت امر في حياتك او اتكلمت كلام هيعود عليك بشيء سيء وهيجيب لك اشخاص سفهاء هيدخلوا حياتك. القرد ده شخص سفيه كثير المقالب. ما هو ممكن يعمل لك مقالب هو ايه وفتحنك الباب. انت اللي هتعمل كده. يعني انت لو في شيء في حياتك بتتكلم فيه او امر او عندك جار مثلا الله اعلم او عندك حد هتشركه حياتك، لا الشخص ده يعمل لك دربكه وقلق في حياتك. طب الشنطه اللي انت شفتها على الباب وفيها تراكيب ده امر طلب امر لا وخبر جاي لك. وكون ان في حديد والصنيف في حديد الامر ان شاء الله الامر اللي جاي لك ده فيه فلوس. في امر ان شاء الله او خبر جاي لك الخبر ده فيه فلوس. لكن حاذر من الاشخاص اللي هم سفهاء. القرد ده شخص سفيه وممكن يعمل لك مشاكل في حياتك. والله اعلى واعلم. نكمل رسائلنا.
في استثمار الحصى. طب لو انت خدت الحصى من البحر معنى ذلك ان انت هتاخد شيء من قبل سلطان او شيء من قبل والي او شيء من قبل شخصيه معروفه، شخصيه صاحبه مال، صاحبه عز، تمام. طب لو انت التقطت الحصى ده من شجر او من سدادين او من اراضي زراعيه معنى ذلك ان انت هتاخد فوائد الدنيا وخير الدنيا كله. يبقى اذا لم الحصى اصلا من الارض كله جميل، سواء انت لميته من غير ما تذكر هو منين، فده تعلمك القران الكريم. واذا كنت بتلتقطه من بحر فده عطاء من سلطان، واذا انت كنت بتلتقطه من ارض زراعيه او فدادين او اشجار او ما شابه ذلك دي فوائد الدنيا ان شاء الله بامر الله وهتاخدها. حلم ثاني بتقول حلمت ان لساني طويل. طيب طول اللسان في المنام بيدل على فصاحه اللسان ولبقته. اذا كان طوله اللسان مع جماله يبقى ده ان شاء الله بامر الله حسن الحديث. طيب اذا لقيت طول اللسان مع فيه قباحه ده بذئه لسان، والله اعلى واعلم لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه لمياء خير رأيتي. بص يا دكتوره، انا حلمانه حلم ان انا بنت يعني عرفت من بعيد يعني تبقى مرات ابن خال. بعد ان بعتاني مع بنتها بطين مسروقين. يعني احنا مثلنا علاقه ببعض يعني. فانا خدت منها البطين وكلت بيضه وعينت بيضه. بس انا مش فاهمه الحلم ده يعني. طب انت عندك كم سنه يا دنيا؟ انا عندي 27 سنه. انت متزوجه؟ انا متزوجه وعندي ولد وبنت. عندك ولد وبنت؟ وحام. ربنا يديك ويرضيك ان شاء الله بامر الله. طيب انت موظفه يا دنيا وبتشتغلي؟ انا شغاله. طب تمام. هو ده البيض المسؤول اللي جالك ده فلوس على الجاهز. يعني ايه يا لمياء؟ لانك انت حامل تمام وفي على وش ولاد او حاجات زي كده، انت البيضه اللي انت كلتيها والبيض المسؤول ده فلوس جاي من غير تعب. يعني انت هتبقى قاعده في بيتك، لان الواحده لما بتكون في حاله وضع بيبقى لها 3 شهور بتقبضهم من غير ما تشتغلهم، تمام. فانت هيجيلك فلوس على الجاهز. والله اعلى واعلم. معانا مين؟ ام ايه. السلام عليكم يا ام ايه. السلام ورحمة الله وبركاته. خير رأيك يا أم آية. حلمت إن أنا ماشية في طريق كده لقيت كلب أحمر بيجرب مني، مسكت طوبة ضربته على راسي ولقيته بيجرب مني وعايز يعضني. صرخت أعلى صوت، لقيت الكلاب كلها اتلمت وملك المكان. لقيت أوضة دخلت فيها، لقيت فيها بابين كده تخان وترسيم. رحت جايحة كل باب وحطيت وراه دكة. لقيت اخويا جنب الباب بيقول لي اطلعي على البيت. طلعت وماشيه قدامه، لقيت مرتين كده ماشيين وراهم كده بيبصوا عليا. قلت لا مش هقدر اعدي دول بيبصوا عليا. رحت ريحت لورا ده بيقول لي تعالي وانا عديت. قلت له وانا لابسه عبايه حمراء كده وشجره وهيشوفوني. رحت حطيت اثار وعديت. بعد كده لقيت امي ماسكه. رحت عديت كده روحت البيت. لقيت امي ماسكه ورث طرفه وجناح. لقيتها بتديني حته كده بتديني الورك. رحت انا مسكت طرف الورك عطتها منه وخدت الجناح. قالت لي طب ندي حته لمرت اخوك بتبص علينا. قلت لها هي فيها حاجه بس انت كنت. بعد كده وانا وقاعده ايوه بعد كده رحت وانا واختي جبت تعال نطلع فوق. رحت طلعت فوق جيت لبص كده من الشباك شوفي مين ده. قلت لها مين ده؟ قالت ده ايمن وده احمد رجع من السفر. واقف بيبص كده هو بيبص لتحت كده تحت جبانيه وزعلان. ولو اني اعرف هو واد عم بس اقول الحلم التاني. الو ايوه سامعاكي يا ام ايه. اقول الحلم التاني؟ لا استنى بس اقول لك ده الاول. ايوه توهتيني يا ام ايه. انت زعلانه يا ام ايه؟ ها؟ انت زعلانه وقاعده في بيت ابوكي شويه؟ لا انا عندي بيت جوزي. انت عندي بيت جوزي. طيب بص الكلب اللي بيبص عليك ده يا ام ايه هو في شخص عندك؟ الكلب ده كان في الشارع ولا كان في البيت؟ لا ده انا ماشيه في الطريق كده ولقيته طالع دي احمر وشكله بيجرب علي يعني ضربته في راسه وبيجرب علي يعضني. بص يا ام ايه في شخص هيعمل لك مشكله او هيقول عليك كلام. مش هيقول عليك كلام بقى، هو هيعمل لك مشكله تمام او هيضايقك. هتقوم انت ترد عليه بكلمه، الكلمه اللي انت هترد عليه دي بص هتعمل قلق كبير جدا. هتعمل مشكله كبيره قوي.
لدرجة المشكلة دي هتدخل فيها اخواتك. تمام. الباب اللي انت سبتيه وقفتيه وحطيتي وراه كان بدا جوزك، حاولت تفهميه الامر وتعرفيه الوضع ايه، لكن برضو لا، هو في الاخر اللي نجاكي منهم هو اخوكي. يعني المشكلة دي والدي اخوك اللي وقف جنبك فيها. حصلت المشكلة دي معاكي يا مؤاية؟ حصلت، بس خلاص الحمد لله. يعني كون ان انت رحتي عند بيت والدك والكلام ده، ان انت مش عارفة انت زعلتي في الاثناء المشكلة دي ولا لا. اي طب الحلم الثاني ان انا رايحة عند اهل جوزي، لقيت اخت جوزي بتقول لي ايه البنت لابساها دي، قلت لها ده عباية. راحت اتضايقت وقالت مين جت هذا، قلت لها وانت مالك مين جت هذا، جت هذا جوزي مالك انت قلت لها انت دفع حاجة من جيبك. راحت اتضايقت كده وزعلت وقالت، قلت لها وانت مالك حاجة ما تتحكريش فيها ما يخصكيش، يعني انت حاجة ما جايبهاش ما تتحكريش فيها. لقيت حماها اتضايقت وزعلت ولوت وشها، وكانوا هم حاطين فرخة بيطبخوها على النار، وقلت انا ناسية ولا جابت لي حماتي اقعدي ولا ما تقعديش ولا كلي ولا ما تاكليش. وبعد كده جابت لي تاخدي عيش في ايدك حماتي، قلت لها لا انا زعلانة، قلت لها لا مش عايزة عيش. اللي جيت كيس عيش في ايدي قلت ايه ده، طب ومين عطاني كيس العيش اللي انا فيه دي، معقولة هي ما شايفهوش ولا بتستعبط. ورحت جاب رد المستشفى اللي ورا جوزي ومشيت، ولقيتها دخلت في حته كده مش عارفه راحت فين. طيب يا ام اي تفكرني باول الحلم يا ام اي، انا تهت انا في العيش اللي انت ده اهل جوزي كده، ولقيت اخت جوزي بتقول لي انت لابسه. طيب بصي يا ام اي، هم متضايقين منك عشان خاطر جوزك كويس معاكي، انت ما فيش مشاكل بينك وبين جوزك يا ام ايه؟ عفوا ام ايه سامعاني يا ام ايه ولا ايه اللي اتكتب مع ام ايه ولا ايه؟ ام ايه بصي يا ام ايه، العبايه اللي انت شايفاها اللي انت لبستيها دي واخت جوزك بتقولك ايه العبايه دي، قلت لها ده جوزي اللي جايبها لي، معنى ذلك ان هم غيرانين من عيشتك مع جوزك، جوزك كويس معاك ومش عامل لك اي مشاكل، هما متضايقين من الموضوع ده، والفرخه اللي هما بيطبخوها دي امر هي حماتك وبنتها بيعملوه مع بعض، بس الامر ده ما يخصكيش انت اصلا، هو امر يخص حياتهم. وكون ان انت لقيتي كيس عيش في ايدك، معنى ذلك الحمد لله ربنا كاتب لك عيش ومعيشه في البيت ده، والحمد لله ما فيش صلاه ولا فيش اي حاجه، وجوزك كويس معاكي. ده ما شكرا يا ام ايه على اتصالك معانا. هناء السلام عليكم يا هناء. الحمد لله تمام، خير رايك يا هناء. الله بقول لك انا بحب حلمت حلم، انا كنت في خطو يعني صاحبتي راح تتخطب ومعاها مطارد، المطارد دي مفروض عشان مش حاجباها، فانا قلت لا انت طلع خلاص لازم لما تتخبي انا هنجي قلت لازم تنزلي معايا، طلع خلاص وانا في شويه مطارد عاجبيني انا هجيبهم لك. بس يعني عايز اعرف ايه. طيب هو الحلم ده يخص صاحبتك اكتر ما يخصك انت يا هناء؟ تمام. هي هتعبدك اذا كانت على وش جوازها، الحمد لله الامور هتمشي معاها بيسر وما فيش هيبقى عندها اي مشاكل، والحقيقه تقف جنبها، وفرد المسار دي معنى ذلك ان انبساط الامر في حياتها، يعني الحمد لله مش هيبقى عندها اي مشاكل. بيخصها هي اكتر ما يخصك انت. حضرتك بس يعني انا كنت مره يعني انا بقول انا كنت مره بمشاكل اني انا كانت واحد كنت معترفه بواحد وبحب واحد وكده، فجاء قال لي اول يعني قال لي من فتره كده قال لي كل شيء جسمنا فيه، انا صليت الصلاه الاستخاره يعني ان احنا ما نصيب لبعض. بقول له انا طب ماشي يعني الناس نصيب مع بعض قعدتي، ايه السبب مثلا؟ انا خايفه اكون مثلا الحلم ده اللي انت عرفتي ان هو اكيد، طب عرفتي ايه السبب؟ ربنا خلق لي كل شيء سبب ما ادانيش سبب، فانا عايزه اعرف يا ترى هو ده يعني عايزه اعرف ان هو ده يا ترى يكون شريك حياتي ولا مش شريك حياتي، ممكن اعرف اي سبب؟ طيب ما هو لا الحلم كده مش مبين خالص يا هناء، اذا كنت بتحكي ده وده حلم وانت بتقولي ده كل دي الغاص احلام، بحيث ان ده الحديث النفسي اللي انت عايزه تعرفيه، الشيء ده فعلا حقيقي جواك وفعلا فعلا عايزه تعرفي انت هو ايه الموضوع، ليه بعدنا، ايه المشكله، ايه اللي حصل، ده حديث جواك حقيقي بيحصل، فالحديث ده بيبقى في اللا شعور بيبقى بيترجم في المخ وبتشوفيه كده حلم، دي الانا الاعلى في النفس البشريه، لما تبقى عايزه حاجه في الحقيقه بتجي لك في هيئه حلم او في هيئه رؤيه في المنام، بتشوفيها بقى كان انت بتتحدثي نفسك عايزه تعرفي ايه الوضع، فده حديث الانا الاعلى في النفس مش حلم. ده يا هناء حتى ربنا يسعدك يا هناء، ولو في خير ليكي ربنا يقدمه لك، ولو شر ربنا يبعده عنك، ودايما تدعي كده عشان تبقى عارفه. طب حضرتك لو انا مثلا عايزه افهم ان الشيء يكون مثلا
يا ترى يكون معمول حاجه مثلا ولا شيء ان معمول كده؟ ممكن انا معرفش ان انا اعرفه بايه مثلا ولا ما يهيئليش مثلا. لا هي هتعرفي ازاي؟ تعرفي اما تيجي تنامي بعد وضوءك وصلاتك العشاء وصلاتك الشفع والوتر وتسبيح قراءه القران والحاجات دي، هتنامي على جنب اليمين زي ما كانت ستنا عائشه بتقول، وتقول اللهم اني اسالك الرؤيه الصالحه الصادقه وارهالي يا الله. فانت تقولي الله سبحانه وتعالى تشوف رؤيه صالحه صادقه، رؤيه تكون مبشره غير منفره. انت تقولي الله سبحانه وتعالى ان يوريك الرؤيه. ستنا عائشه كانت بتعمل كده، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، كان بينام على ايده اليمين ويدعي الله سبحانه وتعالى بالرؤيه المبشره غير المنفره. ادعي يا هناء وربنا سبحانه وتعالى هيوريكي بالفعل. كل ما تتقربي من الله سبحانه وتعالى ربنا هيتقرب لك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هنا ربنا يسعدك يا حبيبتي. شكرا على اتصالك يا هناء. خلصنا حلم لسانها الطويل او لسانه الطويل. طيب بتقول حلمت ان اللهات زادت حتى شدت حلقي. اللهات ديت اللي هو تقريبا لسان المزمار اللي هو عندنا ده. طب هي كبرت حتى شدت حلقي، يبقى انت انسان دخيل وبتحب جمع المال. والله أعلم وأعلم، حتى بخيل على نفسك وحريص. أم محمد، السلام عليكم يا أم محمد. الله ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله تمام. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. حضرتك كانت بنتي حلمت إن بتفتح الدولاب لقى الطرحة. بتفتح الدولاب إيه يا أم محمد؟ لقى الطرحة. لقى الطرحة ها. فوالدها بيقول لها ده طب ده أنا معايا في الشنطة فستان أحمر يريد عليها بس ممكن يكون واسع شوية. رجعت طب ما تديه لأمي، قال لها لا مش هيبقى على قد أمك، هو هيبقى حلو عليك أنت. تمام. بس كده. طيب بنتك عندها قد إيه يا أم محمد؟ عندها 17 سنة. لها عريس؟ لا. هيجي لها عريسين في توقيت واحد. تمام؟ هيجي لها عريسين في توقيت واحد، واحد ما هيجي عن طريق باباها والثاني هيجي عن طريق انه شافها او عرف ان هي بنت مين وجاي لكم. فتحانها الدولاب دي حياتها واسرارها، ولقت فرحه بيضاء ان في عريس ان شاء الله بعمر الله هيجيها في المستقبل، الحلم ده في المستقبل. فباباها قال لها لا ده انا معايا فستان احمر. الطرحه الحمراء دي معنى ذلك انها هتفرح بالعريس اللي جاي. الطرحه الحمراء بتدل على الفرحه والبهجه. تمام؟ باباها قال لها لا ده انا معايا فستان في الشنطه، هيقول لها في نفس التوقيت. هيجي عريسين في نفس التوقيت. بس مش مبين بقى انت استقريتوا على اللي جاي من ناحيه باباها ولا اللي جاي من بره. انتوا الحلم مش مبين، مبين ان في عريسين في توقيت واحد. والله اعلى واعلى. بس اللي جاي عن طريق باباها يعني مش هيبقى يعني ايه، مش هيبقى مناسب لها قوي غير الثاني. لان الفستان بتقول كان واسع عليها وحاجات زي كده، ممكن يكون اكبر منها سنا. ايه ثاني يا ام محمد؟ وانا كنت حلمت حلم ان كنت بالجنب اختي في محل ملابس كده. فعجبني فستان كده حلو، هو احمر مع اني انا ما بلبسش الالوانات دي يعني. ومن النوع اللي هو بيبقى نازل واسع من تحت كده، فبقيت اقول لها لا مش هيجي على جنب البيت، لا هيجي على جنبك. رحت خدته عشان اجيبه عند بيت اختي، بقيت خايفه عشان جوز اختي يخش وكده وانا عايزه اجيبه. فبصيت لقيت جوزي جه، قلت له طب كويس ان انت جيت، اقعد كده بره قبل ما اجيب ايه الفستان ده. تمام. في الوقت لقيت اختي ومرات اخويا قاعدين على سلم البيت الثاني يعني. لقيت اختي، فلقيته جدي قالوا لي الله على جدك بس طول شويه، قلت لا هو كده حلو عشان ازاي ما تبانش يعني وانا ماشي. تمام. بس طيب يا ام محمد انا في كذا شق في الموضوع ده، كل ما هعرف حياتك اكتر بالاسئله انا هقول لك التفسير. انت بما ان بنتك عندها 17 سنه ما اعتقدش ان انت بتفكري انك تخلفي تاني. بتفكري تخلفي؟ لا ما بتفكريش تخلفي. طيب انت في امر في حياتك مع زوجك، في شيء عند زوجك مش عاجبك عايزه تغيري فيه؟ شيء؟ اي حد كده يعني، في حد كامل يعني؟ لا اقصدش يعني انا لا في ناس زوجات خلاص تبدا بعد العمر ده، خدها بنتك عندها 17 سنه يعني تقولك بعد العمر ده كله انا هغير في ايه، خلاص انا مسلمه، خلاص انا نعيش على كده وخلاص. لكن انت عشان في تفسيرات ثانيه، انت فعلا في شيء بتفكري انك تغيري في زوجك في امر؟ لا ما فيش. يبقى انت بتحاول بتفكر تطلع عمره. يبقى الامر هيتم عليك بخير ان شاء الله. بتفكر ان شاء الله. ايوه ان شاء الله الامر هو الامر كده هيتم عليك بخير وهتطلع العمره ان شاء الله، هتبقى سعيده بها جدا. ان شاء الله بامر الله يا ام محمد. ايه تاني؟ يا رب ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. ايه تاني يا ام محمد؟ تمام كده، الف شكر. تمام ماشي يا حبيبتي، متشكرين قوي على اتصالك يا ام محمد. الف شكر. الله يخليك. عليكم السلام. نشوف رسائلنا. بتقول حلمت اني قرات سوره فتحيه. السلام عليكم يا فتحيه. السلام عليكم حبيب قلبي. عليكم السلام. انا حلمت
خير يا جماعة. أنا ابني بيعيد السنة رابعة كلية. وإيه هو دي حقيقة يعني. أيوة في الأفر الواقع. فجامعة خاصة وأنا في كارب جايد. فأنا حلمت قبل الامتحانات حلمت إيه من دولت إن طلعت مادتين. فأنا حلمت إن إيه إن ابني سقط في المادتين. فأنا عمالة أبكي وبعيط. ثاني في المادتين ثاني عمالة بعيط طب أعمل إيه؟ طب أجيب فلوس منين دلوقتي؟ طب أروح مين هيسلفني ثاني؟ أنا مش عارفة أعمل إيه عمالة أبكي. وزعلانة أوي. فلقيت مفيش بقى غير الأستاذ عيسى هو اللي يسلفني بقى. أنا مش لاقي حد يسلفني ثاني. وبدور على الأستاذ عيسى عشان خاطر إيه يسلفني عشان أكمل له المادتين. وقمت على كده. طب هو ابنك يا حاجة فتحية بالفعل شال مادتين ثاني؟ هو فعلا الامتحان انتشرت علينا المادتين. فانا قبل الامتحان انا حلمت من دول كده. حلمت ان هو يعني ايه يجي في المادتين قبل ما لسه الامتحان هم. لا لا مش معناه سقوط على فكره. لا. لا. وزميلتي في الشغل حلمت تقول لي قبل فتحيه انا حلمت ان انا بسالك على ابني عمل ايه في الامتحانات قلت لي الحمد لله خلص. الحمد لله انت على كده انا قلقانه. لا هو الحلم الثاني ان شاء الله بامر الله صح لان الحديث في المنام بين اشخاص انت ست ملتزمه وست بتاعت ربنا والحمد لله وعندك قلب ربنا ان شاء الله الامر اللي هيقف جنبك وقلت لها خلص الحمد لله هيخلص انما كون ان انت تحلمي ان هو شال مادتين وسقط وشال هم وبتتكلمي كل ده لا 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 مالوش علاقه خالص بانه يشيل المادتين او يسقط. لا لا مالوش دعوه ده حديث نفسي من عندك. انا لسه بتكلم عن حديث النفس ده يا جماعه من شويه. هو فعلا شايل مادتين. هو فعلا شايل مادتين لكن انت كنت سقط فيهم. صح. هو لسه هيمتحنهم الشهر ده. طيب لا مش معناه انه هيسقط فيهم. لا هو هيعدي فيه هيعدي ان شاء الله بامر الله استاذه فتحيه هيعدي وهينجح فيهم. بالله عليك يا جميل يا رب ان شاء الله بامر الله. والله انا بقول لك كلام من هوا نفسي ده الحلم الثاني اللي بيقول لي كده. انا كنت جامده قوي. معلش ان شاء الله بامر الله هيعدي والامور هتبقى جميله معاكي وانت هتشوفي من وراها الخير ما دام اتفرجت عليه كده دم قلبك زي ما بيقولوا يا حاجه فتحيه. ان شاء الله بامر الله هتشوفي من وراها الخير وما دام انت قلت لصاحبتك ده خلص الحمد لله وسلم ان شاء الله بامر الله يخلص منهم وهيعدي سنه وتنتهي خلاص الجامعه على كده. انما مش معناه يا عيني اللي انت فيه ده حديث نفسي. انت منك خاطر انا جاد عن اللزوم عليك فبتحلمي بكده. فان شاء الله بامر الله هيعدي ويا ست ان شاء الله بامر الله هتتصل بينا وتبشرنا ان شاء الله بامر الله ان هو نجح وعدى بامر الله حاجه فتحيه. ربنا يسلمه يا رب. ربنا يسلمه وينجحه يا رب ويشفي شر نفسه ويشفي شر الطريق وشر اعدائه. يا رب شكرا يا حبيبتي. شكرا يا حاجه فتحيه. ربنا يصلح حالي يا رب. ربنا يصلح حالي يا حاجه فتحيه. شكرا على اتصالك. نكمل معانا. بتقول حلمت اني قرأت سورة الاعراف. احنا قلنا سورة الاعراف ماشي ولاد مباركين ان ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك ان قرأت القرآن ربنا سبحانه وتعالى هيوليك ولاين. سعد السلام عليكم يا سعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه خير رأيت ان شاء الله يا سعد. اقول لك انت انا حلم كده لاخوي يعني كبير اكبر مني. خير. كان هو قبل كده في رمضان عامل حاسة بالشكل كده عشان ازاي. وقبل راح فيها بس ربنا نجاه ونجاك. بعد كده انا الليله اللي فاتت دي اللي بعد الجمعه دي حلمت انه هو ميت. وعلي بنبكي عليه وحلمت انك مدفنوه وفي نفس الوقت كان قاعد في المنظره ماشي ما عندنا فما في المنظره وانت عارف. فحلمت انه هو لسه حي وعليه سفن ابيض وفي نفس الوقت مودينه الى فين؟ الى مدفنوه. طيب يا حاج سعد هو كده حلمك كده انتهى. صح؟ طيب يا حاج سعد مش معناه ان اخوك هيتوفى ولا حاجه لا ده ان شاء الله بامر الله طول العمر ليه. بس كون ان انت شفت ان هو متوفي هو يا عيني مزنوق ماديا ومتضايق نفسيا ومخنوق قوي قوي قوي. تمام؟ وكون ان انتوا رايحين تدفنوه انتوا ما زعلوش مني ما حدش ليه واقف جنبه. محدش فيكم واقف جنبه ده اللي تعبه اكتر عشان تبقى عارف ان انت رحت تدفنوه ان انت خلاص محدش فيكم بيساعده سايبينه في الهم اللي هو فيه. لا يا حد سعد المفروض منكم ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى وراك الرؤيه دي ليه؟ عشان قلبك يحن لاخوك عشان قلبك ينفطر عليه. تمام؟ وتحس فعلا بيه لان هو فعلا محتاجك ومحتاج لاخوات التانيين اذا كان لكم اخوات تانيين هو محتاجك فعلا. محتاج من الناحيه النفسيه تهونوا عليه محتاج من الناحيه الماديه تهونوا عليه. يا حد سعد الله يرضى عليك ربنا سبحانه وتعالى وراك الرؤيه دي عشان تحس باخوك تعطف عليه
محتاجك اخوك محتاجك جنبه او محتاج اخواته جنبه، يا اما هون عليه من الناحيه النفسيه يا اما من الناحيه الماديه، واعتقد الناحيه الماديه اكتر. والله اعلى واعلم انت رايحين تدفنوه ده خلاص، ده انتوا رميتوا وطفتوا يعني رميتوا امره، فحد فيكم بيسال عنه؟ لا يعني ربنا سبحانه وتعالى وراك كده عشان قلبك ينفطر، قلبك يحس بيه، واظن انت حسيت يعني بما فيك كفايه. فخلي بالكم من اخوك يعني، وربنا يشفيه ويتم الشفاء على خير ويقومه بالف سلامه لصحته والشباب، واذا كان له اولاد او زوج ربنا يشفيه يعني ليهم. نكمل رسائلنا. بتقول سورة الأعراف، قلنا سورة الأعراف إن في قراءة القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى لو بتقرأ القرآن إحنا قلنا إن ربنا هيوليك ولاية ويديك سلطان ويعزك في الدنيا. وسورة الأعراف بتدل على حاجة جميلة كمان، سورة الأعراف بتقول لك إن عمرك لا ينتهي حتى تطئ قدماك طور سيناء، يعني أنت مش هتموت إلا لما تروح طور سيناء. ده حلم جميل. فالخوف بقى إن أنت تروح طور سيناء تقول خلاص أنا بقى كده عمري كده هينتهي، بس معناها سورة الأعراف إن أنت لا يعني لا تخرج من الدنيا او لا تموت الا حتى تطأ قدميك طور سيناء. والله اعلى واعلم. من ربنا يرزقك بالاولاد المباركين والنيل والشرف في الدنيا والعز والجاه. بتقول حلمت اني حلقي معوج وقمت بعدله اكثر من مره حتى انكسر مني. الحلق المعوج اللي عندك ده معنى ذلك ان في ابن من ابنائك حاله مش عاجبك، وانت نفسك تصلحي من الحال ده او تعدليه من اللي هو فيه او الاعوجاج اللي هو فيه، صلحانك ليه بطريقه اكتر من مره انت يتكسر ده معناه انت هتخسر ابنك. معانا مين؟ جمعه. ايوه الحاج جمعه. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام. ايوه الحاج جمعه خير رأيك ان شاء الله يا حاج جمعه. دكتوره انا شفت رؤيه من فتره كبيره جدا ان انا مت، شفت ان انا يعني ناس كثيره جدا ما بتعديش من الحساب، الله يعفو عنا وعنك ويثبتنا عند السؤال يا رب. امين امين امين. انا عديت بس وعديت معايا واحد اللي جاوبنا اثنين بس من الناس كتيره جدا، ولكن انا مش مصدق من فرحتي مش مصدق ان انا جاوبت على الثلاثه الاسئله بتاع القبر يعني. بس كده خلاص نعم بسرعه. بس كده خلاص الحلم بالظبط كده. طب يا حاج جمعه طبعا انت بتقول الحلم ده قديم. اه من فتره. اه في نفس توقيت الحلم اللي انت كنت فيه ده كان عندك مشكله كبيره. المشكله دي يا اما عندك تعب، كان تعب جسماني عندك، او انك تعب نفسي، او انك في ازمه ماديه في نفس توقيت الحلم يا حاج جمعه. لا 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 ما فيش فيه حاجه الحمد لله. لا انا بتكلم على نفس التوقيت لا ما فيش كده. طيب انت عارف الموت معناه ايه في المنام للشخص لما احلم ان انا مت معناه ايه يا حاج جمعه؟ معنى ذلك ان انا عندي شويه هموم، عندي شويه نكد، عندي يا اما شويه تعب في الصحه، يا اما انا تعبت صحيا شويه، او اني انا تعبت نفسيا من شيء، او اني انا اتزنقت ماديا، وان الناس ما جاتش تعدي فيا، انا ما حدش وقف جنبي. انا قمت وكون ان انت عديت الاسئله وانك اكتشفت الاسئله ديت مع الله سبحانه وتعالى، عايزك ان انت اعتمدت على نفسك وخلصت نفسك من المشكله اللي انت فيها، وبتد ما يرضي الله. ده تفسير ده يا حاج جمعه. ها ما مفيش معاك الموضوع ده ولا ايه؟ يا حاج جمعة وطي التلفزيون. لا دكتور طب هو ده معناه بقى والله اعلم اعلم ممكن يكون حصل لك بس انت مش فاكر يا حاج جمعة، لان هو لا تأويل له غير ذلك. جزاك الله انما مش معناها موت ولا حاجة، انت عمرك طويل. ربنا يبارك في عمرك يا حاج جمعة. شكرا على اتصالك. ام هاني السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا ام هاني خير رئيس. ايوه خير رئيس يا ام هاني. اه والله عندي حلم عايز احكيه لك يا دكتور. اتفضلي يا حبيبتي انا عايز. طيب وطي التلفزيون يا ام هاني. اللهم صل على النبي. بنتي حلمت التلفزيون وطيه. بنتي حلمت انها جايه عندي وجايه انا بتخانق معاها وهي بتزعق وراحت معيطه، صعب عليها نفسيها عيطت. فاخدت ابنها ودخلت الحمام تشطفها. وهي بتشطفه فلقت شجره طويله كده من شباك الحمام. انا في بيت قديم جنب مني، فبتقول لي الله الشجره دي ماما زرعت امتى؟ قلت لها مش عارفه. فهي بتبص هي وابنها فلقت الشجره في خروف على البيت القديم ده ماسك في الشجره من تحت، والشجره الجذع بتاعها بتتكسر وتفت على من النوم على صوت الشجره وهو بيتكسر. طيب هي عامله ايه مع جوزها يا ام هاني؟ يعني حابه كده وحابه كده. طيب هي متضايقه